فاكرين الراجل اللي عرى بنته في الشارع وحاول ان هو يضربها ويؤذيها والدنيا قامت وما عادتش؟ لما جم سألوه انت عملت كده ليه؟ قال اصل انا متشكك في نسبها ليه. فلفت نظرنا الموضوع، هو اي حد يقدر يجي كده يقول انا متشكك في نسب ولادي ليه؟ طب ولو هو شاكك يعمل ايه؟ يعني لو واحد شاكك يعمل ايه؟ ليه اجراء اللي يعمله؟ هل يا ترى يرفع دعوة؟ ولا قبل ما يرفع الدعوة انكار النسب لازم يتأكد بنفسه؟ ما في ناس كده تجري بسرعة على المحكمة، يا سيدي استنى، ما المحكمة هتعمل ايه؟ هتوديك تشوف الدي ان ايه. هل انت تقدر تعمل الدي ان ايه لوحدك ولا لازم بقرار محكمة؟ ده اللي انا وانت هنعرفه دلوقتي معايا ومع حضراتكم الدكتور حامد عبد الله استشاري الطب الشرعي. مساء الخير يا دكتور. دكتور حامد مساء الخير. يبدو ان الدكتور حامد مش معانا، خليني اكلمك عن المسألة. مرة من المرات وكنت مستضيف معايا الدكتور ايمن فودة كبير اطباء الطب الشرعي سابقا، قال لي ان نسبة الدي ان ايه عمرها ما تطلع 100%، تطلع 99%، يعني لو بالايجاب 99%، في نسبة 1% دايما خضع للخطأ. انا رأيي الشخصي انك قبل ما حضرتك تتوجه ليه المحكمة وترفع دعوة إنكار نسب وتقول دول مش ولادي أو لمجرد بعض الشكوك، يعني في ناس كده بتبقى عندها هوس أو مرض فتبتدي تاخد بعض التصرفات الغير محسوبة. رجع لنا الدكتور حامد. مساء الخير يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا بيك دكتور حامد. يا ترى الناس لما تشك في نسب ولادها ليها إيه الإجراء اللي يجب أن تتبعه؟ الحقيقه يعني طبعا بشكر حضرتك على المداخله، وبحب انوه يعني هو اعتقد يا دكتور ايمن القصد يعني الوضع الطبيعي الانساني الطبيعي حتى بلاش الديني ولا الاخلاقي، ان الانسان اللي بيبقى عايش مع زوجه يا اما هو عارف انها مخلصه له وهو مخلص ليها، يا اما تبقى العيشه ملهاش لازمه. ده مؤكد لكن في بعض الحالات الاستثنائيه. ما هي الحاجات الاستثنائيه دي انا اعتقد ان لما توصل بيهم لمستوى انه يبقى عارف يبتدي يشك ان دول ولاد ولا مش ولاد، او ان زوجته بتبص لحد تاني او بتجيب ولاد من حد تاني، اعتقد ده مستوى يعني ايه. بس لو افترضنا بعيدا عن المستوى الاخلاقي كونه متدني من عدمه، هل لاي اب من حقه لو احنا في الموقف ده خلينا نشوف هل اي حد من حقه يروح لو احنا في الموقف ده المفروض حضرتك من الناحيه الطبيه الاساسيه انه مش من حقه انه يعمل في معامل خاصه خالص، يعني المعامل الخاصه لا تجري دي ان ايه. مفروض هي ممكن تجريها من ناحيه تكنيكال، من ناحيه تقنيه ممكن، لكن انا بتكلم من ناحيه طبيه ومن ناحيه اخلاقيات مهنه الطب، المفروض انه ما فيش حد يعرف نتيجه تحليل او فحص عن اي حد قريب له حتى من الدرجه الاولى غير بموافقه الشخص نفسه، وبالتالي هو هيروح يدي مثلا التحليل لاولاده من غير ما مراته تعرف عشان يشوف، صح؟ ده قانوني، ده طبيا من اخلاقيات مهنه. بس هو كده ما بيعرفش يا دكتور من حد، يعني هو مش يعني الراجل بيروح المستشفى او معمل التحاليل بيجري تحليل لابنه ليه، فهو عايز يعرف ابنه من عدمه، فين عدم الاخلاق هنا؟ هقول لحضرتك دكتور ايمن في الحاله دي عدم افهمك انه بيفحص فحص، لو هو بيجري فحص خاص بابنه مفيش مشكله، لكن بيعمل فحص خاص حتى لو بيعمل فحص خاص بابنه من غير ما يكون ابنه عارف او زوجته عارفه، ده اخلاقيا غلط. يعني عايز تقول لي ان المعامل الخاصه لا تجري تحليل الدي ان ايه؟ المفروض اخلاقيا ما تجريش. طب ايه الحل بقى؟ لازم نقدم حل زي ما حضرتك. ايه بقى الحل؟ لازم قضائيا، وحضرتك طبعا سيد العالم، يعني لازم يرفع دعوه انكار نسب؟ لازم الطب شرعي. لا مش هيجرس نفسه، هو هيروح يقدم بلاغ ويطلب من خلال مصلحه الطب الشرعي، هي الحاجه الوحيده المخول لها. طب افرض الراجل بينه وبين نفسه كده متشكك ومش عايز يعمل مشكله، فعايز يتاكد قبل ما يعمل المشكله. طب افرض حضرتك اتاكد ان هو مش ولاد، ما هيعمل مشكله، يبقى هي ما هو ماشي، ما هو كده كده بقى يعني هيبقى مثلا بنسبه النسبه اقل شويه، ما كل واحد يروح يرفع بلاغ لمجرد انه شك يعني. طيب في نقطه. طب هو مش تحليل الدي ان ايه ده تحليل طبي عادي؟ هو تحليل طبي بس احنا دايما حتى بندرس في القصر العيني عندنا في اخلاقيات مزاوله مهنه الطب، المفروض ان اي فحص نجريه لابد ان اطراف الفحص ده يكونوا موثقين وعارفين. هنا الفحص ده بيتعلق باثنين، ابنه بين قوسين اللي هو من شاكك فيه او بنته، وزوجته كمان، لان في الحاله دي هيوجه اصبع الاتهام لزوجته. فالفحص ده في الحاله دي الدكتور
ما هو احنا عندنا حالة واحد كان شاكك وراح عرى بنته في الشارع، يعني كان هيموتها. دي مأساة والله يا دكتور. طيب ما هو ده عشان شاكك وما حدش هداه، مفيش تحليل قال له ولا لا. يبقى الحل هي الناحيه القانونيه بقى عند حضرتك، مفيش حل ان هو يلجا لمصلحه الطب الشرعي بس، ونقف دي ممكن تفتح. هو طبعا ده فعلا اللي حضرتك بتقوله صح، بس جايز يفتح زي ما بيقولوا باب جهنم بقى. اي حد يبتدي يشك في اي حد في اي في زوجته، او هي حتى نبتدي نفتح فكره تحليل المعامل الخاصه. وفي نفس الوقت افرض مثلا المعمل الخاص برضه في ضعاف نفوس موجودين في كل حته، ممكن تكون نتيجه غير دقيقه او التكنيشن خد فلوس اللي هناك. طبعا كل الناس كل حاجه فيها كويس والوحش، فاحنا هنفتح سكه لن تنتهي. كل واحد انا اعتقد دايما ان الموضوع يا اما يبقى فيه ثقه وفي تجاوب بين الطرفين، والطرفين اول ما يحبوا ما يعيشوش مع بعض خلاص ما يعيشوش مع بعض، او يلجأوا للقضاء. القضاء هو الحاجه الوحيده، لكن هنا بيعمل فحص. اذا حضرتك عايز تقول لي الطب الشرعي هو المكان الوحيد اللي نقدر فيه نحدد ونبقى واثقين فيه في معامل الدي ان في تحاليل الدي ان ايه. تمام استاذ دكتور حامد عبد الله استشاري الطب الشرعي، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور. يعني ملخص المداخله ان الدكتور حامد قال لي ان ما ينفعش نجري تحاليل الدي ان ايه في المعامل الخاصه. انا متفق معاه في وجهه النظر دي. ليه؟ لان فعلا ممكن تكون التحليل غير دقيق، انت بتتكلم في مصير اسره، ايه ده انت الموضوع مش سهل، فممكن يكون التحليل غير دقيق. ممكن يكون العامل البشري عنده غرض نفسي ما، وبالتالي قد يدمر اسره كامله، لان ده تحليل مهم جدا. اذا الطريق الوحيد والامثل والامن والمضمون هو الطب الشرعي. يبقى لو حضرتك عندك شك في الامر ده ما تتجننش بقى في الشارع وتعمل اللي عمله صاحبنا ده، لا خلاص هتعمل ايه؟ هتلجأ للقضاء علشان تعمل تحليل دي ان ايه وفقا للقواعد القانونية المعمول بيه. بس انا عايز